السحور على البروتينات والبقوليات التي يحتاج هضمها فترة أطول في الجسم، فبالتالي تعطي شعورا أطول بالشبع. تجنبوا الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات أثناء وجبة الفطور والسحور. حاول تجنب العظم المقلي بوسط كميات كبيرة من الزيت. ابتعد قدر الإمكان عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين كونه مضرا للبول، وسيساعد على فقدان الماء من الجسم بشكل أسرع، وبالتالي يؤدي إلى الجفاف.